استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتوره مريم الصادق المهدي وزيره خارجيه جمهوريه السودان وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه والسفير السوداني بالقاهره محمد الياس المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان السيد الرئيس اكد على النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافه جوانب العلاقات الثنائيه مع السودان من اجل التعاون والبناء والتنميه. وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل، كما طالب سيادته بنقل تحياته إلى شقيقه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. كما اعرب السيد الرئيس عن مسانده مصر لكافه جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحله المفصليه من تاريخه وذلك انطلاقا من المبدا الثابت بان امن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزا من امن واستقرار مصر كما اكد السيد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائيه مع السودان الشقيق خاصه في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الاصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانيه والمعاونه على مواجهه اي تحديات قد تطرا في هذا الصدد من جانبها اعربت الدكتوره مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادله للارتقاء باواصر التعاون المشترك بين البلدين مثمنه الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامه واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به بما اسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحله ومعربه عن التطلع للاستفاده من التجربه المصريه الملهمه في مجال الاصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحا كبيرا واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضيه سد النهضه حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت من حتميه التوصل الى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الاضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائيه وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفتره القادمه ازاء تلك القضيه الحيويه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد احمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الانتاج الحربي، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعه لوزارة الانتاج الحربي، خاصة في ظل دورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية. كما وجه السيد الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالميه المتخصصه ذات الخبرات العريقه سعيا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثه وتوطينها في مصر وفتح المجال امام افاق جديده في الصناعه تستند الى القدره على الابتكار والتطوير من جانبه استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الانتاجي لوزاره الانتاج الحربي وملامح الرؤيه الاستراتيجيه للوزاره خلال الفتره القادمه لتطوير المصانع والشركات التابعه لها والتي تهدف الى التطوير الشامل للاصول الخاصه بالوزاره من المعدات والقوى البشريه ومنظومات الجوده والتدريب والتسويق لانتاج معدات عسكريه ومدنيه اكثر تطورا وسد احتياجات السوق المحليه من المنتجات الصناعيه وتعظيم المشاركه في خطط التنميه الشامله للدوله والمشروعات القوميه خاصه فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري بالاضافه الى انتاج العدادات الذكيه الخاصه بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وكذا تصنيع اتوبيسات النقل الجماعي الكهربائيه ومعدات الطاقه الجديده والمتجدده كالالواح الشمسيه